الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ماذا لو جاء إليك ولدك فوقف تلقاء وجهك وقال لك يا أبتي إذن لي لعلنا نقولها بلغة العصر girl friend كل girl friend يقف أمامك ويقول يا أبتي الرجل يعني نظرا لأنه يعني تنشأ نشأة تكاد تكون مختلفة قليلا عمن يعيشون حوله فأراد أن يكون مهذبا مؤدبا فقال لك إذن لي بالزنا أو إذن لي بأن يكون لي كرفل المعنى واحد لا يختلف صح ولا لا ما في خلاف ماذا ستفعل؟ أزوجه تزوجه جميل هذا يعني كلام رائع تزوجه فإن أبى طاقرة نعم هذا موضوع ثاني يعني شرعنا بس الموضوع بزاف معي شايف يعني قد يكون منتهي من زمان نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامه وهو يجلس صلى الله عليه وسلم صلى عليه شاب يافع مكتمل البنيان وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا هكذا أريد أن تضع نفسك في نفس موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الأمة وعلى قمة الهرم وهو من هو وتسأل نفسك عدة أسئلة ألم يكن أولى بهذا الشاب الجريء أن يأتي إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه هذا الطلب من أبيه مثلا لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم بالذات وانطلق صوب هذا الرسول الكريم وقال له تلك العبارة الفجة الضخمة إذن لي بالزنا هنا بادر القوم إليه مهما يعني اسكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أذنه يعني هيقترب أي أن حتى يعني الشاب عندما تتدبر في ألفاظ الحديث تعلم يقينا أن الشاب لم يكن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليه وأسر له إسرارا إنما قالها وجه لوجه على إذن لي بالزنا قال تعالى أذنه فلما دنا قال أترضاه لأمك أترضاه لأمك قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضونهم لأمهاتي قال أو ترضاه لابنتك قال لا يا رسول الله وكذا جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضوه لبناتهم أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك عدد النبي صلى الله عليه وسلم له سائر المحارم التي يمسه منها العار إن لحق بها الزنا أمه أخته ابنته خالته عمته والعمة تقدم على الخال فإن الله عز وجل قدمها في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل هنا بدأ الشاب يستشعر فظاعة وفجاجة ما طلب من الطلب وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم لبناتهم لأخواتهم لعماتهم لخالاتهم وفي كل مرة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على قلبه صلى الله عليه وسلم أو على صدره فقال له اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه فكان الشاب بعد ذلك لا يروي على ذلك من شيء أي
لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. ما المقصود وما الهدف من هذا الحديث الذي تحدثت عنه؟ هو أمور. الأمر الأول الرفق والحلم والعقل بصاحب المعصية. الرفق والحلم والعقل بصاحب المعصية، فهو أرجى لأن يقبل منك ويسمع ويطيع ويحرك فيه جوانب كثيرة. الأمر الثاني تبشيع المعصية وتنبيه العاصي بهذه المعصية، وخاصة إن كانت تلحق به. تريد الزنا؟ نعم إذني، لكن هل ترضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ لا. وكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. الأمر الثالث والأخير الدعاء. الدعاء إنها ثلاثة أمور أعيدها سريعا. الأمر الأول الحكمة والعقل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تكن فظا، لا تكن غليظا، فيرجى منك القبول وتكون أقرب إلى قلب من تأمره وتنهاه، وخاصة إن يعني نصاك أو انطلق تلقائك لما لك من مكانة علمية أو فضل أو منزلة في قلب من يأتيك. والأمر الثاني أن تبشع له هذه المعصية، خاصة إن كانت تصيبه أو تصيب من حوله، فيلحقه بها ما يلحق به الناس. والأمر الثالث أن تدعو له. هذه ثلاثة أمور نستفيدها من هذا الحديث العظيم، وخاصة يعني أنا ضربت لكم المثل بأولادكم، لما نعيش في بيئات كثيرة المنفتحة على ما تعلمون، والله سبحانه وتعالى ينجينا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكي نتحلم ونحاول أن نرسخ في أبنائنا وبناتنا الخير والفضل والعفة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفضل والعفة، وأن يتقبل منا وإياكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. When a young companion came to him in front of other Sahabas and told the Prophet, O Rasulullah, make unlawful sex lawful for me. And the Sheikh also mentioned that, interestingly, that the Sahaba didn't come and say to him close to him or like secretly in his ear, but he was actually a little further away and he announced it. So the Sahabas were around him, you know, told him, stop, that, what are you saying? But the Prophet actually told him, come closer and sit down next to me. And then he asked the companion that, would you like this for your mother? So he said, no, by Allah, may I be ransomed for you. Then the Prophet went on to ask him, would you like this? So the Prophet replied that neither do the people like it for their mothers. And then he went on to ask him, would you like this for your daughter? And the companion replied in the same way. And the Prophet ﷺ again said, neither do the people like it for their daughters. And he went on in similar fashion and asked him about if it was his sister. And then if it was his aunt from his mother's side and then from his father's side. And then basically the Prophet ﷺ, and then after going through this, the companion realized that
you know, why this is so wrong and why he shouldn't be thinking like this. After that, the Prophet ﷺ put his hand on the companion's chest and prayed for him by saying, Allahumma fir dhamma wa tahir qalbu wa ahsin farja. He said, O Allah, forgive his sin, purify his heart, and guard his chastity. And it is said after that, the companion never had this issue again. So then Sheikh said that, what do we learn from this hadith? So there are three main things. That number one, we have to advise each other that, you know, stay away from this, which is the basic principle that we are learned in Islam, is to promote good and to tell people to stay away from bad. This is one of the basic principles that we have to do. And number two is using the hikmah, or using the wisdom and explaining this, just how the Prophet ﷺ did. So he could have said that, you know, this is haram, he could give Quran ayahs, but no, he explained it to him so that the man would understand. And then number three is, we should pray for other people, you know, who are doing sin or who have these problems, and we should also pray for ourselves. May Allah protect me, protect you, and protect everyone from these sins, inshallah. Any questions? Okay, good.